تقييم حضرتك لأداء البرلمان بعد 3 سنوات؟ أنا دايما بقول أداء البرلمان من الناحية التشريعية شايف أنه بيؤدي دور مهم، والقوانين ومناقشتها وما صدر حتى هذه اللحظة أعتقد مرضي إلى حد بعيد، لكن الدور الرقابي للبرلمان المصري ضعيف جدا. الدور الرقابي ضعيف جدا. النائب مش نائب، يعني مش مهمته أصبحت التشريع ولكن الخدمات. أنا ما بشوفش طلبات إحاطة كثيرة بتعرض بشكل جدي. في مناقشات في اللجان جيدة ومناقشات جدية، لكن يعني حتى هذه اللحظة رأيي أنه الأولوية لفكرة الاستقرار وأن عايزين الحكومة تكمل بيجي على حساب جدية طلبات الإحاطة وجدية المناقشات وجدية الدور الرقابي للبرلمان. أتمنى أنه يعني مع الفترة اللي فاتت أن الفترة الجاية نشهد دور رقابي أكثر إلى جانب الدور التشريعي الجيد. امبارح في الجلسة